وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من عدن الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الحراك الثوري. أهلا بك معنا دكتور في هذه النشرة. في البداية كيف تنظرون لهذا اليوم العظيم، يوم الشهيد الإماراتي وما قدمته دولة الإمارات لليمن من دماء زكية على أرض اليمن؟ أولا مساكم الله بالخير. طبعا هذا يوم عظيم وخالد، ويتجسد في عمق هاتين المناسبتين أو الذكرى، ذكرى 55 ل30 من نوفمبر، يوم تحرير الأرض من الاستعمار البريطاني، وأيضا ذكرى يوم الشهيد الإماراتي التي سقط في أرض المعركة من العزة والكرامة إلى جانب كل أبطال المقاومة في عدن وفي الساحل الغربي وفي كل شبر من الجنوب في مواجهة قوى العدوان والتخلف، الحوثيون الذين أرادوا أن يحتلوا أراضي جنوبية ويدلوا أهلها ويستأثر بثرواتها، وهو ليس بغريب، وإنما امتداد حقيقي لأسلافهم، فقد جربوها في 94 وأرادوا أن يجربوها في 2015، ولكن امتزاج الدم الإماراتي للشهداء دولة الإمارات وفي مقدمتهم الشهيد الأول سعيد الكعبي وآخرون، امتزجت هذه الدماء بالدماء الجنوبية، فكان يشكل هذا العمل البطولي لوحة وطنية أخوية صادقة تجسدت في أعماق وجدان كل جنوبي الذي يكن كل الاحترام والتقدير للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب دكتور، كيف تفسرون تدخل القوات الإماراتية لتحرير أي منطقة بأداء عسكري يمتاز بالسرعة والجاهزية القتالية المساندة للمقاومة الجنوبية؟ هو منذ الوهلة الأولى للمقاومة تلقى المقاومون الدعم السخي من دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا من المملكة العربية السعودية. هذا الدعم لولاه لما استطاع المقاومون بإمكانيتهم البسيطة أن يتصدوا لجحافل الحوثيون وأيضا قوات صالح آنذاك، وهذا الدعم هو الذي أدى إلى ثبات هذه المقاومة وأدى إلى هذا الانتصار العظيم. فأنا أعتقد أنه كل الدعم العسكري والمعنوي والسياسي والإعلامي والمادي المقدم سواء كان للمقاومة أو للقوات الجنوبية اليوم في كل المواقع للتصدي للحوثيون الانقلابيون هو دعم يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن الأشقاء في الإمارات مواقفهم واضحة، مواقفهم تنطلق من الإيمان العميق بضرورة تآزر كل الجنوبيين، تآزر مع كل الجنوبيين لإعادة مجدهم وإعادة مستقبلهم بدعم سخي من دولة الإمارات وعلى رأسها الشيخ محمد بن زايد الذي هو امتدادا حقيقيا لعطاءات المغفور له بإذن الله الشيخ زايد. طيب دكتور، نقطة التحرير نقطة مهمة، كيف ترى الدور الإماراتي في تأسيس القوات العسكرية وكذلك الأمنية التي حررت هذه المحافظات الجنوبية وفي نفس الوقت أمنتها من أي تدخل خارجي ثان من قبل ميليشيات الحوثي؟ الكل يعرف أن المحافظات والمناطق الجنوبية، الجنوب بشكل عام منذ ما بعد 94 وقع تحت هيمنة شمالية كاملة بألوية وعتاد، وجرد كل الجنوبيون من حقهم حتى من أبسط الأسلحة، بل أيضا العسكريون الذين كانوا في قوام القوات المسلحة وهم كوادر وطنية جنوبية متعلمة درست على مختلف
فنون القتال ومختلف الأسلحة تم إبعادها وإحالتها قصرا إلى التقاعد الإجباري. فلكن بأمانة يعني بدأت المعركة بعدد من الشباب، شباب المقاومين في شوارع عدن وأيضا في المناطق المحيطة بعدن، وقبلها كانت في مدينة الضالع. ثم بعد هذا النصر المؤزر اللي تم بناء وحدات عسكرية قتالية جنوبية بدعم سخي من دولة الإمارات العربية المتحدة، وكل جنوبي هنا يكون كل الاحترام والتقدير لهذه الدولة التي ساهمت في تأسيس جيش جنوبي وطني قادر على الدولة على الأرض والعرض، وقادر على إحباط كل المشاريع سواء كانت مشاريع الحوثي أو المشاريع الإرهابية للجماعة الإخوانية أو لأي مشاريع تستهدف الجنوب أرضا وإنسانا. حقيقة القوات لم تبنى في عدن فقط، ولكن أيضا شملت كل المحافظات الجنوبية. واليوم وأنا في طريقي إلى الاستديو شاهدت عظمة هذه التجمعات السكانية التي تحمل الأعلام الجنوبية وإلى جانبها الأعلام الإماراتية والسعودية، وهذا وفاء يعبر عن وفاء حقيقي لدولة الإمارات وما قدمته من دعم، لأن يكون للجنوب القدرة والإمكانية للدفاع عن أرضه وعرضه، وأن يكون لديه جيش وطني قادر على أن يدفع عن هذه الأرض. طبعا هي مرت المراحل ليس بالسلاح فقط، ولكن أيضا في الدورات التدريبية اللي تلقوها هؤلاء المتحقين في صفوف القوات المسلحة والأمن الجنوبية، وأيضا تسليحهم بالسلاح المطلوب. وفعلا يعني أثبت جدارته وأثبت أن الجنوبيون قادرون على حماية أرضهم بدعم سخي من التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبالمناسبة بمناسبة يوم الشهيد عندي معلومات أنا مؤكدة إنه سيادة الأخ محافظ عدن أحمد حامد اللبلس وزير الدولة سيطلق يوم غدا تسمية لأكبر شوارع هذه المدينة باسم الشهيد سعيد الكعبي، وفاء لهذه الدماء الزكية التي روت أرض الجنوب بهذه الحرية التي يتنفس بها كل إنسان اليوم. نعم، كان معنا مباشرة من عدن الدكتور محمد عبد الهادي نائب رئيس مجلس الحراك الثوري، شكرا جزيلا لك.